المين كونسبت اللي هي انت لازم تسمع كلام ربنا بس. الفكرة الاساسية لدين الاسلام انك تستسلم لله بس. الفكرة الاساسية انك تبقى فاهم ان انت عبد بس. الموضوع كله يتطلب ان انت تفهم مكانك ومكانة ربنا بس. ثم إن الدنيا قصيرة جدا جدا. أذكر إن حد السن قريب بصراحة كنت أشعر إن الدنيا طويلة جدا. والله أحس إنها طويلة أوي. كنت أحس إن لسه العمر قدامنا يعني. مش هكذب عليكم واقول لكم ان انا كنت دايما حاسس ان الموت لا كنتش حاسس كده. دايما كنت بحس ان لسه العمر قدامي يعني. دايما كنت احس كده ان لسه كتير هنعمر وهنكبر وهندعو الى الله عز وجل وهنوصل احنا كبيره جدا. دلوقتي الواحد ممكن خايف يموت، حاسس ان هو قرب وفعلا ندمان على اللي فات يعني. فعلا ندمان على اللي فات واكتشفت انه بيعدي بسرعه قوي، اكتر حتى من تخيلي ومن تصوري. ما كنتش متخيل ان هو هيعدي بسرعه كده. كنت حاسس ان الموضوع ممكن يبقى واخد براحه يعني. ندمان على اللي فات ونفسي ما ندمش على اللي جاي لو فيه، وان كنت لا اشعر ان هو فيه كتير صراحه مش عارف ليه. بس بقيت خايف اكتر يعني. بتحس ان الدنيا هتنتهي قريب. مش هتنتهي يعني حتى بقيت ان حاسس ان انا الحبة مش موجود فيها يعني. مش عارف ده شعور فيه تشاؤم بس بقيت بخاف. ساعات بتحس ان بكرة بعيد قوي بتطمن قوي ان بكره ذات نفسه اللي هو اقرب حاجه لسه عليه كتير. وساعات تحس ان بكره ده كان امبارح وان عجله الحياه ما بتوقفش وان العمر قصير وانت تعيش في الغفله وانت لا تدري. ثم في لحظه ينتهي كل شيء ويفوت القطار. والله حسرة، والله يا شباب حسرة. بص أنا عارف إن فيكوا أكبر مني وأصغر مني وأدي، وإحنا في الجملة إخوات. أنتوا بتيجوا الدرس أحيانا عشان خاطر تسمعوا كلامي، تظنوا فيه إن أنتوا ممكن تتعلموا حاجة أو تعرف معلومة جديدة تقرب لربنا سبحانه وتعالى. بس انا بقولك انت بتعرفش، يمكن ما تعرفش تخرج من باب المسجد. والله العظيم يمكن تموت وانت قاعد وسطينا. يمكن انا وانا بتكلم دلوقتي معاك اموت. اوعى تستنى القطر لما يعدي، اوعى تستنى الفرصة لما تخلص وتروح. اوعى تفتكر ان كل الفرص ممكن تتعوض. في حاجات عمرها ما هتتعوض. العمر عمره ما بيتعوض. روح اقعد جنب واحد عنده 50-60 سنة واسأله على الوقت والعمر، شوف هيقول لك ايه. هيقول لك طار واتبخر. هيقول لك ان هو لسه فاكر نفسه وهو عيل صغير وما يعرفش الكام سنه دول عدوا في حياته ازاي. لو
وانا عايز اقول حاجة النهاردة قبل ما اختم. عايز اقول لكم اغتنم خمسا قبل خمس، وعلى رأسها حياتك قبل موتك. اغتنم ان انت عايش ولسه بتتنفس في لحظة. كلنا يمر بها، الورود على الآخرة لن ينجو منها، لا كبير ولا صغير، ولا صالح ولا طالح، ولا مؤمن ولا كافر، لن ينجو منها أحد. كلنا سيرد على الآخرة. هذا الموت الذي تظن أنك تفره منه سيلقاك، سيلقاك، فإنه ملاقيكم، هيجيبك.